طيب شيخنا، لا يخفى على كريم علمكم انتشار المؤسسات ذات القروض الربوية الصغيرة، وأحيانا يكون فيه غارمين، فهل يجوز أن احنا نسد عن الغارمين هؤلاء من الصدقات أو الزكوات؟ ليه يدخل مؤسسات؟ لأن أنت تقول في ناس اقترضت بالربا. أي تمام. هل يجوز نسدد عنهم الربا؟ وغارم مودب السجن أو ما شابه ذلك. والله إذا كان اضطر للقرض من الممكن أن تفعل الذي سألت عنه، أما إذا كان متلاعبا وغير مضطر للقرض فلا نسدده للناس للمرابين الفوائد الربوية من الزكاة.